السلام عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ إذا شاهدت هذا الشيء بالقرب من منزلك فاهرب واطلب المساعدة ليبعدوه بسرعة. لكن ماذا وقع؟ تابعوا معنا حلقة اليوم. تستمر أستراليا بمفاجأتنا بحيواناتها الغريبة، ليس هذا فحسب، بل بكائنات تبدو وكأنها مخلوقات فضائية كتلك التي نراها في أفلام الخيال العلمي وأفلام الرعب. يتعلق الأمر بفطر غريب الشكل ظهر بأستراليا في سنوات الستينات من القرن الماضي، وأخذ ينتشر في صمت ليصل إلى أقطار العالم. ففي بداية فصل الصيف الماضي، تم العثور على واحد شبه مدفون يصل طول أصابعه إلى 30 سنتيمتراً. هو مخلوق عرف تحت اسم أصابع الشيطان أو الفطر الأخطبوطي، رغم أن اسمه العلمي هو كلاتريوس أركيري، ويرجع أصله إلى أستراليا ونيوزيلندا، لكنه أضحى الآن منتشراً في كل من أوروبا وأمريكا الشمالية. لقد تمت مشاهدته لأول مرة في أوروبا عام 1914، حيث ساد الاعتقاد أن هذه الفطريات قد جلبتها الإمدادات، ومن فرنسا انتقل إلى إيطاليا، ومن هناك إلى بلجيكا وألمانيا وسلوفاكيا، كما أنه قد غزا أمريكا. لعلها تبدو لك عادية وهي تفقس، أليس كذلك؟ إنك على خطأ، فهو يظهر كما لو كان شبحاً جاء إلى كوكبنا لزرع الشر، وهناك من يرى فيه يد شيطان تخرج من تحت الأرض، إلا أننا سنرى حالاً كيف تتصرف أصابع الشيطان هاته. إنه أمر غريب، فبمجرد أن يكتمل نمو هذا الكائن يفقس لتخرج من الكيس اللحمي الشبيه بالبيض أطراف حمراء اللون، كما لو كان شيطاناً يريد أن يغزو العالم. لكن الحقيقة أنها أصابع حميدة، فهي عبارة عن أربعة أذرع حمراء مكسوة بمادة سوداء لزجة وتفوح برائحة قوية تعمل على جذب الذباب، بيد أن هذا النوع من الفطر غير لاحم أبداً. هل تعلم أن هناك أنواع أخرى من هذا الفطر أكثر سحراً وغرابة؟ منها على سبيل المثال نوع يدعى كلاتريوس روبر، الذي يأخذ هذا الشكل المشبك المثير للفضول. وهناك نوع آخر يسمى بسودوكوليوس فيزيفورميس، وهو يتمتع بتركيبة شبيهة بإحدى فصائل الحبار المرعبة الشكل. لكن ماذا لو وجدته بحديقة بيتك؟ من المعلوم أن هذا الفطر سينشر فطرياته في الحديقة، علاوة على الرائحة القوية التي يخلفها، وهذا أسوأ ما يمكن أن يحدث لحديقة مليئة بالزهور. إن أعجبك هذا الفيديو من قناتنا هل تعلم، فلا تنسى الإعجاب والاشتراك. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.